القرآن يكلمنا دائماً عن أن الشيطان ليس له سلطنة، مستثنياً المتبعين له، رح يجي ما معنى سلطانه على الذين اتبعوه. القرآن يقول ليس له سلطان، لم يجعل الله تبارك وتعالى للشياطين على البشر سلطنة. طيب ماذا يفعل الشيطان؟ وين مركز التأثير عنده؟ في عدة أشياء. واحد، التزيين، وزين لهم الشيطان وأعمالهم كما ورد في سورة النمل الآية 24. يزين، ما معنى يزين؟ يعني أنت تكون جالس تأتي فكرة في ذهنك، صورة وهمية في ذهنك تحسن لك فعلا من الأفعال، لا يدفعك ذلك، يعني إرادتك ما زالت في مكانها، لم تسلب الإرادة، فقط جاءتك صورة مزينة لأمر قبيح. مثل واحد بيجي بيجلس معك من الإنس، يأتي يجلس معك ثم يحاول أن يصور لك أن الفعل الفلاني فعل جميل. الشيطان بطريقة ما، لا ندري ما هي، الشيطان بطريقة ما يلقي في وهم الإنسان صورة جميلة عن أمر قبيح، بعد ذلك الإنسان بإرادته ينجذب إلى الوهم أو لا ينجذب. إذا كان متبعا أوهامه ينجذب، كما يقول أحد الحكماء، الوهم قوة الواقع، مع أنه وهم لكن هو قوة الواقع، يسيطر قدرة الوهم الذي هو ليس بواقع في السيطرة على واقع البشر وحياتهم عجيبة. فالإنسان بطبعه ينجذب نحو القضايا الوهمية، الجماليات، الأحاسيس، العواطف، الغرائز. الشيطان لا يحرك إرادتك، ليس له علاقة في التحريك، ولا يفرض عليك الإرادة، ولا يحرك الجسم، وإنما يلقي الصورة مزينة لأمر هو بالحقيقة غير مزين، تأتيك صورة في ذهنك عن هذا الأمر، شيء جميل، شيء لطيف، شيء سعيد، وينسحب، ما له علاقة بعد في شيء آخر. أنت تأخذ هذه الصورة هنا، إذا حكمت العقل، حكمت الإيمان، تخلع هذه الزينة الوهمية عن هذه الصورة فترى القبح ولا تفعل. وإذا تركت الفطرة وتركت الإيمان وتركت العقل، انجذبت وراء وهم، الوهم الذي ألقاه الشيطان في عقلك في روعك ومشيت خلفه. إذن أول شيء من أدوار الشيطان التزيين، فقط عملية تزيينها، يعني رسام ما بيأثر فيك أي تأثير.